فرضت الحكومة السورية إتاوات مالية على التجار في مناطق سيطرتها تحت ذريعة المصالحة عبر تهديدهم بالاعتقال أو مصادرة أموالهم، وذلك بتوجيه مما يعرف بالمكتب السري التابع لأسماء الأسد زوجة الرئيس السوري. الابتزاز وفرض الإتاوات من قبل الحكومة أمور اعتاد عليها السوريون منذ عقود خلت، إلا أن الأزمة الدائرة بالبلاد منذ نحو 13 عاماً فاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، إذ لم يخلو مجال من مجالات الحياة العامة إلا واستفحلت فيه هذه الظاهرة. الحكومة السورية والتي تصنف فيها مصلحة المواطنين في آخر سلم أولوياتها فرضت إتاوات مالية على التجار في مناطق سيطرتها تحت ذريعة المصالحة عبر الضغط الأمني عليهم وتهديدهم بالاعتقال أو مصادرة أموالهم، ويأتي ذلك في مسعى منها لضبط إيقاع المشهد الاقتصادي لصالحها ولرفض خزينتها المتهالكة وفق مراقبين. دوريات أمنية تابعة لقوات الحكومة السورية داهمت خلال الأسابيع القليلة الماضية مستودعات مواد غذائية تحت حجج وذرائع واهية بهدف تحصيل إتاوات تصل إلى 100 مليون ليرة سورية وتتجاوز أحياناً الرقم المذكور بكثير، بالإضافة إلى السجن وما يلازمه من دفع رشاوى من قبل التجار للأجهزة الأمنية. تقارير صحفية أشارت إلى أن فرض الإتاوات في الفترة الأخيرة بمناطق الحكومة السورية يتم تحت غطاء قانوني ويستهدف التجار متوسطي الحال والصغار، أما الآلية فأشارت التقارير إلى أن التاجر يبقى قابعاً في السجن دون أي محاكمة أو توجيه اتهام لحين دفع المطلوب، والذي لا يخضع لأي عرف محدد بل يعود إلى مزاجية الأجهزة الأمنية. مراقبون للشأن السوري رأوا أن المكتب السري الذي تديره أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد هو من يشرف على هذه العمليات التي بدأت بطبقة التجار الكبار وتوسعت الدائرة لتصل إلى التجار متوسطي الحال والصغار، وأن كل ما يجري بحق التجار يأتي بأوامر من أسماء الأسد شخصياً، وذلك بعد إطلاعها على أسماء التجار اسماً اسماً، مشيرين إلى أنه لا يتم التحرك لاعتقالهم إلا بأوامرها شخصياً. وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلي من الكويت علي الأمين السويد، كاتب ومعارض سياسي. أهلاً ومرحباً بك سيد علي. يعني ما هي حقيقة الدور الذي يقوم به المكتب السري التابع لأسماء الأسد في الاقتصاد السوري؟ مساء الخير لك ولمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. يعني قيام هذا المكتب بهذه الأفعال في هذه المرحلة يعتبر مؤشرا إيجابيا حقيقة، بالرغم من كل السوء الذي يعني نعرفه، لأنه يدل إذا ما دل على تهاوي النظام وتهاوي قدرته الاقتصادية، النظام وليس الدولة السورية وليس سورية بشكل عام، إنما هذا النظام أصبح مفلسا و يعني في طريقه إلى السقوط، السقوط الاقتصادي. هذه الأفعال التي يقوم بها المكتب السري التابع لأسماء الأسد حقيقة يعني تصنف ضمن أفعال المافيات، عصابات المافيا الدولية التي تقوم بفرض بعمليات الإجرام والقتل والتهديد بالقتل من أجل الحصول على المال من التجار في جميع يعني درجات، كبار صغار متوسطي، المهم الحصول على المال. نعم. هذا الأمر يعني الآن حقيقة أنا لا أدعوه بالمؤسف، لأن المفروض هذه البرجوازيات الصغيرة، البرجوازيات أن تكون يعني في صف الشعب، ولم يكن عليها أن تبقى خانعة عند النظام من الأساس. يعني الكل يعرف أن النظام مجرم وأن النظام يعني يدمر سوريا. لماذا بقيتم أيها البرجوازيون الصغار في صف النظام؟ لماذا لم تفعلوا ما بوسعكم للخلاص من هذا النظام، وأنتم الأقدر وأنتم الأقوى وأنتم يعني الأشجع حقيقة على التصرف على قيادة الحراك في الوطني؟ مثل كل برجوازيات الوطنية في كل دول العالم
التي كانت تساهم في التغيير وإحداث يعني نظام جديد، نظام اقتصادي عادل، نظام قانوني عادل، نظام سياسي عادل في الوطن، بحيث يكفل لها حقوقها وحقوق الآخرين. ولكن هذه الطبقة التي يستهدفها النظام الآن لم تفعل شيء سوى أنها سلمت قيادة لمن سيأكلها لاحقا. حقيقة النظام يفعل هذا بعد أن انتهى من تدمير سوريا ولم يبقى شيء ليدمره خارج مناطق سيطرته. الآن لم يبقى له إلا أن يتجه نحو من دعمه، من كان في صفه طوال الوقت. هذا غدر حقيقة، بالرغم من أنه إيجابي إلا أنه غدر، غدر بمن كان معه ومن وقف في صفه تحت حجج حقيقة واهية، حجج يعرفها كل السوريون، حجج لا أساس لها من الصحة. نعم دكتور، يعني أريد أن أقول نعم. تفضل. يعني أريد أن أسأل يعني ما مدى تحكم هذا المكتب وأسماء الأسد بالاقتصاد السوري اليوم؟ يعني للأسف وصل الاقتصاد السوري إلى مرحلة تستطيع فيها أسماء الأسد، نعم، لأن يعني سياسة النظام أوصلت سوريا، هي أوصلت الاقتصاد السوري إلى مرحلة من الانكماش، الانكماش يعني المنقطع النظير، بحيث بقي أصحاب رؤوس الأموال مكشوفين بدون أي صفقات تجارية يعني كبيرة، وبقيت أموالهم وحساباتهم تحت أنظار النظام. ومن كان يعني لديه حسابات أو يبدو أن له أموال أكثر مما هو معروف يتم متابعته، ويعني محاصصته على ما يملك، وربما أخذ كل ما يملك. مدى سيطرة أسماء الأسد على هذا الأمر، يعني ربما أسماء الأسد مثلا تسيطر على، تفرض أن مثلا أن يجمع مبلغ 100 مليون مثلا 100 مليون، فهو في الحقيقة يجمع 200 مليون أو 300 مليون، الباقي يأخذه يعني شبيحة النظام الذين يقومون بتنفيذ هذه الأوامر، ويعتبرون هذه الأوامر عبارة عن يعني مصلحة لهم ورزقة بالمعنى يعني التجاري الدارج، فيقومون بتدمير سوريا وتدمير البنية التحتية الموجودة من حيث لا يدرون، بصالحهم الشخصي ولصالح المكتب أسماء الأسد. هي تسيطر على قسم والشبيحة يسيطرون على أكثر، مما يؤدي مما يعني ينشر الفوضى في سوريا، فوضى عارمة حقيقة، والكل يخاف من الكل ولا أحد يعرف ماذا سيحصل في المستقبل. نعم، هل يوجد منافس لأسماء الأسد في هذا الموضوع؟ يعني سابقا كنا نتحدث عن رامي مخلوف رجل الأعمال المعروف المقرب من الأسد، وفيما بعد ظهر الحديث عن تنافس بين ماهر الأسد وأسماء الأسد، هل ما زال هذا التنافس قائما أم أنها منفردة حاليا بالسيطرة على الاقتصاد والموارد في سوريا؟ نعم صحيح، منذ أن استطاع النظام، منذ استطاعت أسماء الأسد أن تأخذ دور رامي مخلوف في إدارة أموال الأسد حقيقة، يعني رامي مخلوف كان يدير أموال الأسد، الآن يعني أسماء الأسد أصبحت تدير أموالها المسروقة طبعا. فيعني خرج رامي مخلوف من الدائرة، وعادت الأمور إلى نصابها التشبيحي، إلى نصابها الإجرامي، إلى عائلة الأسد بالذات. فمن هم يعني من هو الشخص الذي يمكن أن ينافس آل الأسد أو شخص بشار الأسد أو عائلة الأسد؟
لا أحد يعني لا أحد بإمكانه أن ينافس. فقط الأمر منوط بالدائرة الضيقة جدا الآن يعني المحيطة ببشار الأسد، بحيث أنه هو المكتب الوحيد، المكتب الأوحد الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء في سبيل تجفيف المنابع المالية في سوريا بأي شكل من الأشكال. سيد علي الأمين، يعني طالما تحدثت الحكومة السورية عن أن سوريا ما بعد الحرب هي بيئة خصبة للاستثمارات والأعمال التجارية، إلى أي مدى سيؤثر دور أسماء الأسد ومكتبها السري في الإساءة أو تشويه هذا الأمر الذي كان تروج له الحكومة؟ يعني حقيقة هي بيئة مناسبة فعلا، ويعني بيئة أصبحت بيئة بدائية ولكنها قابلة للتجديد، لأنها تحتاج كل شيء. ولكن إن نقول أصبحت، هذا غير صحيح حقيقة. يعني من قبل النظام هو يقول أشياء غير واقعية. سوريا الآن غير قابلة لأن تكون الآن أقصد يعني أرضا للمشاريع الاقتصادية، وبسبب وجود النظام وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام بسبب النظام. يعني لا لن يكون هنالك أي يعني أي استثمارات في سوريا. نعم صحيح، هي ممكن أن يحدث يعني أن تستقبل أي استثمار، ولكن لن يكون هنالك أي استثمار طالما أن النظام موجود، طالما أن يعني العقوبات موجودة على هذا النظام بسبب النظام، وطالما أن النظام يقوم بهذا الأسلوب. يعني نحن نعلم أن كثيرا من المشاريع ما قبل الثورة كانت يعني مشاريع التي استثمار يعني من الخارج، كان تجري عليها مضايقات خطيرة من أجهزة النظام ويعني إلزام النظام. نعم وما زالت يحاصصون المستثمرين. نعم وما زالت يحاصصون المستثمرين ويأخذون الإتاوات منهم. نعم، من الكويت علي الأمين السويد، كاتب ومعارض سياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.